فحينما يعينك الله وتكون في أداة التواصل تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تنصح، تبين، توضح، تقول حكمة، تقول تذكر بفريضة، تذكر هذا 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 كله خير كثير. حفظوا الجوارح، وهذه يعني لا شك أنها يعني لا هي شاقة، لكن مهما كان سهلة على من يسر الله عليه. احفظوا جوارحكم، أيديكم وأبصاركم وأسماعكم وأرجلكم، احفظوا احفظوا جوارحكم، وهم لا شك اللسان. وأدوات التواصل هذه لا شك طبعا لها أثارها الإيجابية والسلبية، كل ما ذكرناه من المعروف والمنكر والنصح إلى آخره، وذكرنا أبواب وأبواب تنوع العبادات، أظن من أوسع أبواب تنوع العبادات أدوات التواصل. فحينما يعينك الله وتكون في أدوات التواصل تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تنصح، تبين، توضح، تقول حكمة، تذكر بفريضة، تذكر هذا 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 كله خير كثير. كذلك احفظ لسانك وجوارحك أيضا من أدوات التواصل، لأنها لا شك أنها يعني والأدوات التقنيات هذه فتحت الناس أبواب خير وأبواب شر. فاحفظوا جوارحكم، الأولى كانت إيجابيات، وهذه أيضا في الجانب السلبي. احفظوا جوارحكم من لتسلم لكم أو لتلزموا الاستقامة، ولهذا ولا تقفوا ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهذه كلها يعني تنبه إلى ما ينبغي أن يلحظه المسلم في نفسه من أن يحفظ جوارحه.